هذه المباراة هي المباراة الثالثة للأشخاص في وضعية إعاقة خاصة بهم، هي مباراة سنوية بدأت هذه الحكومة السنة الثالثة دابا الآن كدار العام، جمعنا عامين 400 منصب، وهذه المبادرة دارت لأن هذه الفئة من الأشخاص في وضعية إعاقة يحتاجوا فعلا إلى كل عناية، و 7% اللي محدد في المرسوم من قديم باش نوصلوه في الوظيفة العمومية مع الأسف ما كنوصلوش لأسباب موضوعية ومعقدة، ولكن درنا هذه المباراة باش نستدركوا وباش يمكنهما يرفعوا عدد المرشحين وبالتالي عدد الناجحين والمدمجين في الوظيفة العمومية من الأشخاص في ذوي الإعاقة.